بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا دي هنتعرف على واحدة من أهم البارامترز اللي موجودة عندنا في الثيرموداينامكس، اللي هي الانتروبي. السؤال بتاعنا يعني إيه انتروبي؟ بيعبر عن إيه؟ وإزاي بنحسب الانتروبي فور ديفرنت ثيرمال بروسيسز؟ إزاي نحسبه لكافة العمليات الحرارية اللي تعرضنا ليها في حلقات سابقة؟ توكلنا على الله. يعني إيه انتروبي بقى يا شباب؟ الانتروبي ده بيعبر عن الراندمنس السيستم، يعني بيعبر عن العشوائيه اللي موجوده في السيستم بتاعي او النظام بتاعي. يعني بمعنى اصح ميجر اوف ذا راندمنس اوف ذا سيستم اللي هو مقياس العشوائيه، يعني بيتكلم عن اوردر اللي هو الترتيب والديس اوردر بتاع الاتومز اند موليكول، ازاي هل يا ترى الدنيا حصل فيها ايه. طيب وبعدين سيبنا شويه من الجاز والايدل جاز ونتكلم على شويه اشخاص ايوه موجودين في سيستم او موجودين في روم بالمنظر ده كده، حلو جدا. والاشخاص دول قاعدين في الكراسي، فبالتالي قاعدين باوردر معين لطيف جدا. شويه الاشخاص دول ادينا لهم سم سورس اوف انرجي، يعني ادينا لهم شويه غدا، فبالتالي بقى عندهم انرجي عاليه وحطيناهم في مكان اوسع من كده واديناهم فريدم، فبالتالي ممكن نلاقي الشخص ده جري الناحيه دي كده، والراجل ده جري الناحيه دي كده، والشخص الثالث بالمنظر ده كده، والشخص الرابع كده، واعاده توزيع بالمنظر الجميل اللي قدامنا ده كده. حلو جدا. يعني اللي حصل معاك نتيجه الظروف اللي حصل او اتغيرت، نتيجه الانرجي ذات ادد تو ذا سيستم، نتيجه ان الفوليوم اكستنشن اللي حصل معاك، حصل ديس اوردر للاشخاص اللي موجودين دول. زي ما تكونوا كده قاعدين في روم، حلو جدا، وكل واحد قاعد على كرسي ومقفول عليه، فبالتالي عشان اغير ترتيب مشكله، صعب قوي الترتيب بتاعنا، الترتيب بتاعنا فضل في القصه دي، وخاصه لو عدد الكراسي محدود. لو رحنا نفس الاشخاص ورحنا الاستاد، ورحنا الاستاد بقى الجو بارد وادونا كمان اكله او وجبه او حاجه لطيفه جدا، بقى معانا انرجي، فاللي جري يمين واللي جري شمال مع اننا نفس الاشخاص، بس كل الحكايه حصل لنا ديس اوردر، حصل لنا عشوائيه، حصل لنا راندمنس اوف ذا سيستم. نتيجه مين؟ نتيجه الانرجي اللي هاف بين ادد. رقم اثنين، نتيجه تغير ظروف الايه؟ الاستراكشر الجديد. ده اللي بنسميه تشينج اوف انتروبي. الدلتا اس بتاعتي بتسميها تشينج اوف انتروبي، يعني بتعبر عن التغير اللي حصل في الايه؟ في السيستم، او الديس اوردر اللي حصلت في السيستم بتاعي، او بمعنى اصح بتتكلم مقياس العشوائيه اللي حصلت معايا. طيب لو بنتكلم على الايدل جاز وعايزين ننقل الانالوجي اللطيف بتاعت الاشخاص اللي لهم انرجي طار وكده، فاكيد ممكن ان الدلتا اس فور شور بتعبر عن ايه او بتعتمد على ايه؟ على الدلتا كيو او الهيت اللي اديتها لي، الانرجي او الثيرمال انرجي اللي اديتها للجاز، لان لما اديله كيو كتيره هيبتدي يتحرك ويتنطط يمين وشمال. جميل جدا. واحد لا بيقول لي الموضوع ده مش صح كده، ازاي؟ قال لي بمنتهى البساطه، نرجع كده على جنب كده وبنطرد معاك، انت سيادتك كان ايه؟ كان الشخص كده مرتبك كان كام؟ 1000 جنيه. جميل جدا. وفي شخص تاني بمنتهى البساطه كانت مرتبه اول معاه فلوس عباره عن مليون دولار او مليون جنيه. جميل جدا. ده الشخص الكيس بتاعته كده والكيس بتاعته كده. لو جينا ادينا لك دلتا كيو تعادل 1000 جنيه. جميل. وادينا الراجل ده دلتا كيو برضه بتعادل 1000 جنيه، انا بقرب الاكزامبل. ايه اللي حصل؟ مين اللي حياته هتتبهدل والاستراكشر بتاعه يتغير ويتنطط ويختلف؟ الراجل ده كده الدلتا كيو بالنسبه للتمبريتشر بتاعه او الاستاتس اللي بتاعته رقم كبير، 1000 بالنسبه ل 1000، ده انت كانك ايه ضربت في اثنين، يعني بدل ما بتصرف في ساندوتش بقت تعمل اثنين اند صاد. انما الراجل اللي كان عنده تمبريتشر عاليه او انرجي عاليه او انترنال انرجي عاليه واديت له حاجه صغيره كومبيرد للتمبريتشر بتاعه الانرجي بتاعته، يبقى التغير اللي هيحصل في حياته ولا حاجه. هو كان بيصرف مليون جنيه، زودنا عليهم 1000 جنيه بقت مليون و1000، ناثينج خالص. كان الدلتا ديس اوردر او العشوائيه او البهدله اللي هتحصل في السيستم بتاعته حاجه قليله. انما الراجل ده لا، ده الدنيا بتاعته ايه؟ اتشبرقت بمعنى اصح او بالكلام اللطيف اللي بتحبه، او الدنيا ايه اتنطرت لحته تانية خالص. ليه؟ لان الدلتا كيو الانرجي اللي ادد
كومبيرد للايه للاستاتس اللي واقف هنا كبيره قوي، انما الدلتا كيو بالنسبه للاستاتس اللي واقف فيها nothing else، فالايه فالدلتا اس بتاعته قليله. يعني كان بنقول التغير اللي هيحصل للراجل ده كبير جدا، والتغير او الانتروبي تشينج للراجل ده صغير جدا. جميل. فبالتالي كل اللي بنوصله هنوصل مع بعض للكلام الحلو اللي انا عايز اكتبه، ان الـ change of the entropy بيعتمد على حاجتين. اول حاجة الـ added heat بس compared للtemperature اللي انت موجود عنده، للstatus اللي موجود عنده. that's it. خلصت خلاص. في ملحوظة او كذا ملحوظة لازم اخد بالي منها. الدلتا اس ده مش الاس، مش الانتروبي، مش الاوردر، ده التغير في الانتروبي اللي حصل، اللي هو عبارة عن اس فاينل ماينس اس انيشال او التشينج، او بمعنى اصح لو بنتكلم على دلتا صغيرة يبقى التشينج اوف انتروبي. جميل جدا. يبقى ادي الاولاني، الدلتا كيو هو عبارة عن الادد هيت او الجيند هيت او الهيت بتاعتك، لو بالبوستيف يبقى بوستيف، يبقى بالنيجاتيف بالنيجاتيف. التمبريتشر بتاعك خلي بالك، التمبريتشر اللي انت واقف عندها، واكيد بفكرك تاني احنا شغالين طول حياتنا بالكلفن، يبقى الكلام ده ان كلفن. جميل جدا. اتعرضنا للانتروبي وعرفنا مع بعض بمنتهى البساطة ان اليونتس بتاعته هتبقى جول بير كلفن، صح كده؟ هيبقى اليونتس جول بير كلفن لان احنا شغالين اس اهل. طيب الخطوه اللي جايه بتاعتنا، احنا عايزين نحسب الدلتا اس بتاعتنا لكل الايه، لكل العمليات الحراريه او الايه الثيرموداينامك بروسيس اللي اتعرفنا عليها مع بعض. السؤال بتاعنا اللي هيفرض نفسه، هل يا ترى احنا شغالين مع بعض نرسم الاس بتاعنا فيرسس حاجه معينه؟ هل يا ترى في جراف مهم هنرسمه مع بعض ولا مش لازم؟ قال لي بالراحه عشان نعرف احنا هنرسم ايه، لان احنا مش بنتعلم الرسم، احنا اي رسم او اي جراف بنرسمه بيبقى مطلوب مننا نعرف منه او نكونكلود منه سام انفورميشن او معلومات مهمه. نرجع لقصتنا تاني، كنا بنقول ان الدلتا اس ايكوالز دلتا كيو الادد تو ذا سيستم كومبيرت للتمبريتشر بتاع السيستم. يعني سيادتك ممكن تقول لي ان الدلتا كيو عباره عن تي دلتا اس. الله ينور عليك. يعني لو كنت عايز تجيب الكيو توتال اللي هي ادت او اتحطت في السيستم، هنجمع الكلام ده كله، يعني تجميع الدلتا كيو، بلاش تقول التكامل عشان بتتضايق، يعني هنجمع تي دلتا اس. بالظبط زي ما نورت في دماغك دلوقتي، واحد يقول لك فاكر زمان كان بيقول لك الاريا اندر ذا كيرف او المساحه تحت المنحنى لما بنكامل الواي فانكشن دلتا اكس. الله ينور عليك. يعني بمعنى اصح لو رسمنا التي على المحور الراسي او على الفيرتيكال زي الواي اكسس، ورسمنا الاس على ايوه الاكس اكسس او الهوريزونتال، وهنتكلم مع بعض على اول بروسيس في الانتروبي تشينج بتاعتنا اللي عايزين ندرسها، الادياباتيك بروسيس. اتفقنا مع بعض الادياباتيك بروسيس ايزوليتد بروسيس، يعني الدلتا كيو بتساوي زيرو، نو هيت ادد اور لوست فروم ذا سيستم، مفيش اي هيت بتروح ولا تيجي للسيستم. لسه قايلين مع بعضينا ان الدلتا اس بتاعتي بتساوي الدلتا كيو اوفر تي، يعني الكلام ده كله لسه قايل ان ده بزيرو، يبقى دلتا اس بتاعتك بتساوي زيرو. يعني it means that ان الاس بتاعتي constant. اياك تقول الاس بزيرو، جبت منين الكلام الفارغ ده؟ يبقى الكلام ده كله معناه ان الاس او الانتروبي في الانيشال هو نفس الانتروبي في الفاينل، ما اديتلوش هيت، يعني ما حصلش فيه ديس اوردر اوف ذا سيستم. يعني لو حبينا نرسم الاس او تي اس دايجرام فور ذا انتروبي فور ذا ادياباتيك بروسيس، هنلاقي ان الاس انيشال ايوه بالظبط هو نفسه الاس فاينل، لا هيروح يمين ولا هيروح شمال، يعني معناه ان البروسيس بتاعتك طالعه بالمنظر الكميل ده كده، يا طالعه لفوق يا طالعه لتحت. التمبريتشر بتزيد من تي انيشال لتي فاينل اتس اوكي، بينما الاس ما بيتغيرش. واحد يقول لك الكلام ده كله حقق لي كلمه جميله جدا، ايوه كده، الاريا اندر ذا كيرف الاريا ايكوال تو زيرو، وده معناه فعلا ان الرسمه بتاعتنا صح، ان الكيو ادد تو ذا سيستم بتاعتك برضه بتساوي زيرو، لان مفيش اريا تحت السيستم. وكده يا شباب يبقى احنا ضفنا تو ايتمز لكل بروسس او لكل بروسس. اول حاجه الاس او الدلتا اس خلال البروسس دي بكام، وتاني حاجه رسمه التي اس فور ذات بروسس او للعمليه الحراريه بيبقى شكله ازاي.
لو جينا نتكلم مع بعض على السكند بروسيس اللي بنتكلم عليها، بنتكلم على الايزوثيرمال بروسيس، ودي معناها ان التمبريتشر بتاعك از كونستانت، يعني بمعنى اصح التمبريتشر الفاينل هي اكزاكتلي ايكوال التمبريتشر الانيشال ايكوال اي تمبريتشر خلال البروسيس. نبتدي الحكايه بتاعتنا. يبقى الدلتا اس بتاعتي عباره عن دلتا كيو مقسومه على التي، تمام؟ يبقى بمنتهى الاريحيه الدلتا كيو بتاعتنا هتبقى عباره عن كالتالي. لو فاكرين، لو مش فاكرين نروح نراجع الحلقه بتاعت الايزوثيرمال. الدلتا كيو كان بتساوي ان ار تي، ايوه بالظبط، لان الفي فاينل اوفر الفي انيشال، تمام جدا. وقسمنا الكلام ده على تي، فالتي طارت مع التي بالمنظر ده كده. يبقى كده اللي حصل الدلتا اس بتاعتي من غير اي انتجريشن ولا حاجه، يبقى الدلتا اس والاس فاينل ماينس اس انيشال عباره عن ان ار من غير التي لن في فاينل اوفر في انيشال. وبرضه نفكر بعضنا التاني، مش مهم الريشيو بتاعت او النسبه بتاعت الفي فاينل على الفي انيشال هي بالظبط الايه، البريشر الانيشال على البريشر الفاينل، تمام. جبنا العلاقه بتاعت الدلتا اس في الثيرمال بروسيس، ناقص نرسم الجراف بتاع تي فيرسس اس. واحنا بنرسم الجراف زي ما شفنا مع بعض، التمبريتشر بتاعتك از كونستنت، معناه ان بمنتهى البساطه زي ما انت بتفكر دلوقتي معايا ان هيبقى هوريزونتال لاين. ليه؟ لان التمبريتشر بتاعك التي انيشال هي نفسها التي فاينل، يعني بمعنى اصح لا التمبريتشر زادت لفوق ولا نقصت لتحت. انما الاس في الحاله دي هو اللي بيزيد من اول اس اي لغايه اس اف. وبالتالي زي ما اتفقنا مع بعض، يبقى الكيو الهيت ادد للسيستم او الجات للسيستم او الحراره اللي اتنقلت للسيستم هي عباره عن الاريا اندر ذا كيرف، فبالتالي الكيو بتاعتك هتبقى عباره عن الاريا اللي هي طول في العرض، يعني عباره عن التي ملتبلايد باي دلتا اس اللي هو اس فاينل ماينس الاس انيشال. واحد يقول لك طب ما هو طبعا ما الكلام ده مكتوب فوق اهو، انا لو ضربت التي الاس اهو الدلتا اس ضربتها في التي هتطلع لي كيو اللي بنتكلم عليها. لو ابتدينا نتكلم مع بعض على الكونستانت فوليوم بروسيس او الايزوكوريك بروسيس او الايزوفوليمتريك بروسيس، يعني الفوليوم بتاعك ايكوال كونستانت، يعني الفي فاينل هو بالظبط الفي انيشال، وممكن تراجع الحلقه دي كامله. انا دلوقتي عايز اجيب التشينج اوف انتروبي في البروسيس دي، افكرك تاني ونفتكر. خلاص بقى يا شباب، بقينا فابيليار بالقانون بتاعنا، هيبقى دلتا كيو مقسومه على تي. لما جينا نتكلم في الفوليوم كونستانت بروسيس، الدلتا كيو بتاعتك بتساوي كام؟ قال لي صحيح، دي كانت بتساوي او ايكوال تو ان سي في دلتا تي، اللي هي لما يكون بنجيب التوتال كنا بنقول تي فاينل على تي انيش. طيب ده كلام جميل جدا. يبقى انا لو عايز اجيب الدلتا اس التوتال اللي حصلت من اول الانيشال لغايه الفاينل، يبقى بنجمع الدلتا اس انتروبي او الدلتا هي بتاعت الانتروبي. يعني هنجمع الكلام ده اللي هو ان سي في دلتا تي اوفر تي. وبانك بتجمع يبقى بنجمع من الانيشال ستيتس اللي هو بكامل بالنسبه للتي، يبقى الانيشال تمبريتشر لغايه الفاينل تمبريتشر. برافو عليك، اكيد كلكم شايفين ان السي في ده كونستانت يطلع بره التكامل، فيبقى الدلتا اس بتاعتي هي عباره عن ان سي في تكامل او انتجريشن بتاع واحد على تي دلتا تي من اول الانيشال تمبريتشر لغايه الفاينل تمبريتشر، وتكامل واحد على تي زي ما احنا كنا عارفين هو عباره عن اللين بتاع التمبريتشر وياه تشتغل بالسيليزيوس، كارثه من كوارث الزمن، من التي انيشال للتي فاينل. هيبقى لين تي فاينل ماينس تي لين تي انيشال، وانت عفريت في الماس بسم الله ما شاء الله، يبقى الكلام ده يطلع لين الديفيجن. يعني التشينج اوف انتروبي في البروسيس دي هيطلع عباره عن ان سي في لين، ايوه الله ينور عليك، التي فاينل اوفر تي انيشال، تمام. لو حبينا نرسم التي فيرسس اس جراف للايزوفوليومتريك بروسيس او الايزوكوريك بروسيس او عمليه ثابته الحجم، فهيطلع لين يا نهار ابيض على الغلطه الكبيره اللي انت عملتها. ازاي لين؟ هو انا راسم الاس على الواي والتي على الاكس؟ لا، ده انا راسم التي هو اللي على الواي، كاني بقول الاكس بتساوي لين واي، يبقى كان الواي بيساوي اكسبوننشال بتاع الاس، يعني الاكسبريشن بتاعك هيبقى شبه الاكسبوننشال بالمنظر ده كذا، تمام جدا. ادي الحكايه بتاعتك وادي البروسيس بتاعتك الرسم بتاعتها فيرسس او تي فيرسس اس.
اريا اندر ذا كيرف يا راجل. هو احنا هنجيب الاريا اندر ذا كيرف ازاي؟ اذا كان هم بيستخدموا لما يجيبوا الاريا يجيبوا الانتجريشن، خلاص احنا عملنا الانتجريشن. بس شفنا الكلام الجميل ده. البروسيس الرابعه المشهوره قريبه جدا من البروسيس بتاع الكونستانت فوليوم، اللي هي الكونستانت بريشر بروسيس او الايزوباريك بروسيس، اللي هي البروسيس اللي عندها البريشر بتاعك از كيبت كونستانت او ثابت خلال البروسيس او العمليه كلها. اتفقنا مع بعض وبنتفق تاني لما بتكلم على التغير في الانتروبي، قلنا عباره ادتني هيت قد ايه بالنسبه للتمبريتشر اللي انا عندها. الدلتا كيو في حاله الايزو بارك بروسيس، فكان الدلتا كيو لو مش مراجع راجع الحلقه بتاعتها كان بيجاب ان سي بي دلتا تي. تمام، ادي كده جبت الدلتا اس. لو عايز اجيب الاس كلها فخلاص بقى بقيت انت شاطر في الكلام ده كله، يبقى هنجمع الدلتاية بتاعت الاس، التغير النونو بتاع الاس اللي ماشي واحده واحده، اللي بغير الكلام الجميل ده اللي هو ان سي بي دلتا تي على تي. وتاني انا ما مش بتعلم ماث، انا بجمع، لازم اجمع من فين لفين، انا بجمع with respect to temperature، فانا عايز اجمع من اول الانيشال temperature لغايه الفاينل temperature. وبنفس الشكل الجميل حتى قلت لك هي شبه اللي فاتت، ال ان سي بي كونستانت بره، فيطلع معانا التغير في الانتروبي بين الفاينل والانيشال ستيتس عباره عن ان سي بي، ونعمل تكامل دلتا تي اوفر تي من الانيشال تمبريتشر لغايه الفاينل تمبريتشر، ودلتا تي على تي التكامل بتاعها واحد على تي تكاملها لين، يعني يطلع في الاخر الفاينل ريزلت بتاعنا ان الدلتا اس بتاعتي عباره عن ان سي بي. ايوه الله ينور عليك، لان تي فاينل اوفر تي انيشال، لان بعمل فرق للنات كانه الديفيجن بتاعها. طيب لو حبينا نرسم الاس تي دايجرام او التي اس دايجرام بتاعت البروسيس دي، يا ترى هيبقى شكله ازاي؟ تاني وانا شغال معاك الدلتا اس اللي هي على الاكس، يبقى كاني بقول اكس بتساوي كونستانت في لين التي اللي على الواي، لين واي اكس بتساوي لين واي، كان واي بتساوي الاكسبوننشال بتاع اكس، يعني شكل العلاقه بتاعتك هيبقى شكل قريب من شكل الاكسبوننشال كده. يبقى ده البي ايكوال كونستانت تي اس دايجرام. كده العلاقه هتاخدنا، ده بتاعه الكونستانت فوليوم والكونستانت بريشر شكلهم شبه بعض. هل يا ترى لو جالي كيرفين اعرف افرق مين كونستانت بريشر ومين كونستانت فوليوم؟ ما تيجي نشوف. احنا لسه قايلين لما البروسيس بتاعتك كانت كونستانت فوليوم كانت دلتا اس بتاعتك كانت عباره عن، ايوه الله ينور عليك، ان سي في لن تي فاينل اوفر تي انيشال. ولو رجعت بالفيديو دقيقتين لورا كنت هتلاقي لما كانت البروسيس بتاعتك كونستانت بريشر لها ايزوبارك كان التشينج اوف انتروبي كان بيتجاب من العلاقه دلتا اس ايكوال ان سي بي لن تي فاينل اوفر تي انيشال. وخدت بالك معايا ان كل الفرق بين الانتروبي تشينج في حاله الفوليوم كونستانت بروسيس وفي حاله البي كونستانت بروسيس ان دي ريليتد دلتا مع السي في ودي ريليتد مع السي بي. بس خلي بالنا من، خلي بالنا يا شباب واحنا بنرسم مع بعض على التي اس دايجرام، الدلتا اس دي موجوده على الاكس اكسس والتي او التمبريتشر موجوده على الواي اكسس، فبالتالي كان بنتكلم الكلام ده كله واحد على السلوب، يعني بمعنى اصح السلوب بتاعك ايوه ماله او الميل بتاعه انفرس بروبورشن مع واحد على السي في، وهنا السلوب بتاعي نفس الكلام هيبقى انفرس بروبورشن مع واحد على السي في. زي ما احنا عارفين مع بعض ان السي بي بتاعتك greater than سي في، وده معناه ان واحد على السي بي از lower than واحد على السي في، يبقى ده معناه ان الاسلوب بتاع السي بتاع الكونستانت بريشر اقل من الاسلوب بتاع الكونستانت فوليوم. بمعنى اصح لو حابين نقارن التو بروسيس على التي اس دايجرام، فهنلاقي لو احنا عندنا واحده كده والتانية كانت كده، فهنلاقي مع بعض ان دي اكيد الفوليوم كونستانت بروسيس او كونستانت فوليوم بروسيس، ودي الكونستانت بريشر بروسيس او الايزو بارك بروسيس. ليه؟ لان الاسلوب ده بروبورشنال مع واحد على السي بي او بيتناسب مع واحد على السي بي اللي هو باي ديفولت اقل من الواحد على السي بي اللي هو الاسلوب بتاع الكونستانت فوليوم بروسيس. تمام يا شباب.